هذا القرب إذن يتم إقصاؤه على أرضية الميدان، والحكم يعلن على ضربة جزاء لصالح النادي الرياضي البوزرت. الهدف الأول إذن لصالح النادي الرياضي البوزرت. هاتان البراتي، هاتان البراتي من ضربة جزاء إذن يفتتح التسجيل في ملعب المنزه أمام الترجي الرياضي التونسي من ضربة جزاء كان أشار لها منذ حين محمد بن حسن. اثر تدخل من خالد القرمي مع احمد محمود الزوي في مناطق الجزاء دون تردد. محمد بن حسن يمشي لنقطه ضربه الجزاء والنادي البزرتي اذا يفتتح التسجيل بالكره الثابته هي الاخطر لحدنا في اللقاء عن طريق هاتان البراتي. تغير النتيجه في ملعب المنزه، هدف السابق للبزرتي امام الترجي